طريقة قمعية أو تعسفية، وعلى الدولة حماية خصوصية الأفراد وسرية معطيات الأشخاص وحرمة مساكنهم وأغراضهم وذمتهم وأعراضهم من كل تدخل أو انتهاك. واتجه بالتالي رد الاعتبار للحياة الخاصة لمراجعة عدد من القوانين، ومنها قانون الإرهاب والنص المنظم لحالة الطوارئ. البند الخامس اللي كان باش يقراه مجد، الوجوه العالمية زادة اللي حابين يحب يكون معنا موجود اليوم، هو أكاديمي لا محالة، أما هل يقولوا أنه غير مؤرخ، أما مانتون سيستقطبته وسائل الإعلام، زميلنا الأجنبية الفرنسية والكل، زميلنا عادل تيفي. Adel qui vit en France, mais tout son cœur est à Tunis, donc il est toujours là et de tous les combats, et donc il va nous lire lui aussi un article du BAC. Merci Adel. Adel Tifi is a historian, a journalist, and we see him a lot. He lives between Paris and Tunis. Adel Tifi. شكرا على الدعوة. سعيد جدا بلقائكم اليوم وبالحضور الجماهيري الكبير، يبعث يعني على الأمل، يعطي التفاؤل اللي يضر حتى تونس خارج القاعة هذه مقطعة. أنا متفائل بطبيعتي ديما، وما نتصورش فما حتى بحكم اختصاصي كمؤرخ، ويعني نشوف بعض الزملاء والزميلات صوفي مؤرخة زميل إلى غير ذلك، ما فماش حتى مؤرخ متشائم في حياته، صعيب تلقى مؤرخ متشائم، ديما فما التفاؤل. سعدت لأني شاركت في اللجنة في النقاشات التحضيرية، وكان جو رائع جدا اللي من خلاله فريمون تفهموا يعني قيمة النخبة في تونس، اللي هي العمل اللي تشوفوا فيه هذا النتائج نتاعه هو نتيجة لعمل النخبة. وفي الدول النخب ما تجيش بقرار سياسي، ما تجيش بتكوين في عام في عامين، النخبة هي مؤشر على مسار تشكل الدولة في كل البلدان، والبلدان اللي عندها نخبة قوية هي البلدان اللي شهدت انتقال ديمقراطي سلس، كما أمريكا اللاتينية، كما بلدان جنوب المتوسط، البرتغال 74، إسبانيا 75، اليونان 75، كيما تونس. يعني السيد وقت اللي قال نكبتنا في نخبتنا يلخص كل شيء هذا. قلت سعيد جدا بالمشاركة وشفت شنو عطات، رغم ان الناس تحكي على ان اللجنة في تكوينها ما كانتش منسجمة الى غير ذلك، مش صحيح. التوجه يبدو لي كان للناس اللي هي عندها ما تقول في المجال هذاك، وكانت متنوعة، لكن التنوع في بعض المسائل للأسف يجبرك أنك تتعامل مع أشخاص وهم يصنفوهم أنهم حداثيين أو يساريين أو حتى استعصاريين، لكن المسألة مسألة كفاءة بالأساس. مش نقرأ البند السادس، وعندي تعليق بسيط فيما بعد. حرية الفكر والضمير والدين مطلقة، لا تقبل تقييدا، وتشمل حرية الفكر في جميع المسائل، وحرية الاقتناع الشخصي واعتناق دين أو عقيدة من عدمه، وممارسة الشعائر الدينية من عدمها، ولا تدخل ولا إكراه يمكن أن يسلط على تلك الحريات من أي جهة كانت. فكان لذلك الاتجاه نحو إلغاء كل الفصول القانونية، عفوا كل النصوص القانونية التي توحي بتفضيل أي معتقد ديني عن غيره من المعتقدات، أو تلك التي تفرق بين المواطنات والمواطنين على أساس الديانة، وتلك التي تحرم بشكل مباشر أو غير مباشر الأقليات الدينية من حقوقها المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، كما تمنع وتعاقب كل الممارسات التمييزية على أساس الفكر أو الضمير أو الدين. هذا هو الفصل السادس. تعليقي هو الآتي، بحكم قلت شاركت في نقاشات وكانت يعني معنا نخبة من المفكرين، نخبة من المثقفين، نخبة من كذلك من القانونيين. دائما إشكالية، وتشوفوا تو حتى في النقاش في تونس، إشكالية الحريات
الفردية والمساواة دائما تقرأ في إطار علاقتها بالإسلام. وهذا في الحقيقة هناك زج بمسألة في الأصل أقول لا علاقة لها بالإسلام نظريا، لكن بحكم الواقع الاجتماعي بطبيعي جدا يعني الناس تذكرك بالإسلام، يعني عندها فهم للإسلام. النقطة الأولى نحب نأكد عليها أنه منظومة الحريات الفردية ومنظومة المساواة هي في الحقيقة كما يظهر اليوم هي لا تتعارض مع الإسلام، تتعارض مع فهم البعض للإسلام وليس مع الإسلام. هذه النقطة. النقطة لا أقول أن تتعارض مع الإسلام في المطلق. النقطة الثانية مسألة الحريات الفردية ومسألة المساواة خاصة بين المرأة والرجل هي مسألة تتعلق بعقلنة العلاقات الاجتماعية، لا راسيوناليزاسيون دي رابور سوسيو. بمعنى الحداثة أتت وانبنت على الفرد، لا يمكن أن نتصور اليوم المواطنة في ظل غياب الفرد. ما معنى الحداثة؟ هي الانتقال من دولة الجماعة ومجتمع الجماعة إلى دولة الفرد ودولة الانتماء الفرد للمجموعة الوطنية وللهوية الترابية. للأسف فمشكون يحب يرجعنا إلى الآن إلى العلاقات الجماعة، وهذا موش خاص بالإسلام. نفس النقاش هذا حكى الصديق مجد على فرنسا. فرنسا لا ماهيش موديل، مش ماهيش موديل. فرنسا نفسها عاشت في نفس الإشكال هذا في القرن 19. نحب نأكد دونك المسألة راهي لا شرقية ولا غربية ولا تتعلق لا بنموذج أوروبي ولا غير ذلك، تتعلق بعقلنة العلاقات الاجتماعية. إما نقبل الحداثة بمعنى نعقلن العلاقات أو نعود إلى الوراء. شكرا. الماركة هذية إذا كان ناخذ الميتافور نتاع سبور، ما حكيناش حتى كلمة على سبور ملي بديت لاحظتوها. أنا نعتبرها هذا رأيي سي اون كورس دو فون سوني با ان سبرينت. كان ما تربحتش السيف هذايا تتربح السيف اللي بعده، وكان ما تربحتش السيف اللي بعده تتربح بعد عامين. الى حد وانه المجتمع لانه هذا اي لانه التغييرات اي التغييرات لازمها. دونك ما يلزمش واحد يهرب وما يلزمش واحد يسيب وما يلزمش واحد يتصور وانه اي رب انتصار يجي بسهوله. هذايا بطبيعه الحال Je propose que Marie prenne le relais pour présenter le prochain. Exactement. Je pense qu'on a une magnifique artiste parmi nous. Et, en fait, j'avais une idée là-dessus. C'était pour dire aussi, non seulement il faut du souffle, mais il faut que ce soit partout en Tunisie. Oudé Rezgi, il a fait un ami, Moumafla, ou Mokharja, ou Académie Yafel Masra. Fa'ani Andha mérite Kbir. Les Anno, Heya, Minal Kale'el. اللي عملت فضاء مسرحي مستقل مش في تونس مش في سوسة مش في صفاقس وانا ما في قعفور، وقاعدة تخدم يوما يوميا باش الفضاء هذا يلقى بلاصتو باش تجي بحدنا بعد شوية. Je pense que pour résumer en deux mots ce qu'a dit Morel, c'est que là la véritable décentralisation de la culture passe par ces petites villes et ces petits villages qui ont du mal, dont les jeunes ont du mal à accéder à la culture. Et je pense que Loda Rezgi a fait une très belle expérience en s'installant à Tarbes. On va l'entendre tout de suite. Loda Rezgi is a artist performer from theater. She's also a writer. She made a choice to leave Tunis and these huge buildings and whatever comforts we can get, and she moved to this tiny little town called Gafur. Loda Rezgi.